نهاية الأسبوع الماضي أي ليلة الخميس تلقيت مكالمة هاتفية من إحدى لاعبات المنتخب الوطني، واللي كتأكد من خلالها التخلف ديال اللاعبة مريم بوحيد عن العودة رفقة المنتخب الوطني إلى المغرب بعد نهاية المشاركة بدوري فالنسيا. الرواية الرسمية كتأكد أنه جميع اللاعبات والبعثة المغربية تنقلوا المطار، إلا أنهم كيتفاجئوا وخلال المرحلة الأخيرة قبل الولوج إلى مدرج الطائرة بغياب اللاعبة مريم بوحيد. تم البحث عليها بالمختلف ديال أنحاء المطار من منطلق أنه كان كيعتقدوا أنها ممكن تكون أنها تلفات في إحدى أركان المطار، إلى أن تأكد أنه هو الأمر مرتبط بأنه هو اللاعبة كانت كتفضل أنه هو ما ترجعش رفقة المنتخب الوطني. هناك تم إخبار السفارة المغربية اللي بدورها عملت على إخبار المصالح الأمنية الإسبانية. خلال اليوم الموالي بقات كتردد عدد من الأخبار والروايات، وكان هناك شكوك شخصيا بحكم المعرفة ديالي الكبيرة باللاعبة مريم بوحيد، يعني كان مستبعد جدا أنها ممكن تقدم على عملية من هذا القبيل. مريم بوحيد لاعبة يعني متخلقة جدا، لاعبة خجولة، كان مستبعد جدا يعني أنه هو تقدم العملية من هذه. كان عندنا اتصال شخصيا، كان الاتصال بها مساء الجمعة، أعتقد مساء الجمعة أو السبت، أكدت لي بالملموس أنها فعلا ما رجعتش للمغرب مع المنتخب الوطني، وأنها بالرغبة ديالها أنها بقات تماك. من خلال النقاش معها تأكد أنها كان عند أحد أفراد العائلة ديالها المتواجدين هناك بإسبانيا. مريم كانت فقط كتردد أنها ترغب في تغيير الظروف اللي كتقول أنها لا تلائم وضعيتها بالمغرب. هو كان نقاش مقتضب وبالاساس نصب حول تاكيد البقاء ديالها باسبانيا من عدمه، او انه ممكن انها تكون تعرضت لشي مكروه ما هو اللي خلاها تخلف على العوده للمنتخب. الاتصال ديالنا بها اكد انه هي بالرغبة ديالها فضلت أنها تبقى في إسبانيا. وهنا كنفتح قوسين، هنا شخصيا بحكم المهارية ديال اللاعبة والمكانة ديالها، وأنها لاعبة كبيرة وكتوفر على واحد المستوى اللي كبير، يعني أكبر الفرق سواء على صعيد المغرب أو لا خارج المغرب، ممكن أنها تطلب الود ديال مريم بوحيد، ممكن تعزز الصفوف ديالها بطريقة قانونية. الإقدام ديالها على هذه الخطوة شخصيا ومن منطلق المسؤوليه ديالي كرئيس الفريق وكمسير في المجال الرياضي، ما كنتفقش على مبادرات من هذا القبيل، انه اللاعب يقدم على انه يحرق بطريقه غير قانونيه. اعيد واكرر، اللاعبه مريم بوحيد كان بالامكان ديالها العوده رفقه المنتخب الوطني، واذا ما كان هناك رغبه اي فريق انه راغب في انه باش تعزز الصفوف ديالو، كان كانت تمشي بطريقه قانونيه، ولا اعتقد انه كانت غادي تلقى شي مشكل. اولا من منطلق انه العقد ديالها مع فريق اولمبيك اسفي كينتهي في 30/6/2018، ثانيا عندنا تجارب من قبل انه خير الموسم الفارط اربع لاعبات انتقلوا الفرق في اسبانيا وفي تركيا، مشوا بطرق غير قانونيه والامور كانت سليمه جدا، مشوا بطرق قانونيه بطريقه سليمه جدا. الحاله ديال مريم بوحيد اعتقد انه الحاله الاولى بالنسبه للحريق ديال العنصر النسوي على الصعيد الرياضي الوطني المغربي، ما كنظن سبق انه تسجلت حاله ديال الحريق ديال العنصر النسوي الرياضي من ضمن بعثة مغربية. كنظن الحالة ديال مريم بوحيد أول حالة كتسجل في هذا المجال.
شخصيا بحكم المعرفة ديالي ديال الأب ديالها وديال الأم، مريم بوحيد كان عندها ارتباط وثيق بالأب ديالها وبالأسرة ديالها، ولا أعتقد أنه هو القرار ديال أنه هو باش تبقى في إسبانيا اتخذ بشكل مفاجئ واتخذ خلال تواجد المنتخب الوطني بإسبانيا. أعتقد ومن منطلق المعرفة ديالي بهم أنه كنظن أنه القرار ديال بأن غادي تبقى في إسبانيا تاخذ قبل تم الاتخاذ ديالو قبل تنقل المنتخب الوطني إلى إسبانيا. ممكن أنه نقول لك أنه الأب ديالها كان كيتنقل من الدار البيضاء حيت كتقتل الأسرة ديالها، كيتنقل لآسفي فين ما كانت شي مقابلة غادي يخوضها فريق أولمبيك آسفي، كيتنقل الأب ديالها حتى لآسفي باش يتبع المقابلات ديال الإبنة ديالو، وكان كيتبعها فين ما مشات. يعني المسألة ديال أنه هوايا تبقى في إسبانيا وبهالطريقة مازال غامضة، مازال ما واضحش. المسألة كاينة في مجال كرة القدم النسوية وكاينة في الهواة، هو أنه جل اللاعبين واللاعبات مباشرة من كينتهي الموسم اللاعب حر عنده الصلاحية أنه هو يتعاقد مع أي فريق باستثناء اللاعبين لأقل من 20 سنة أو واللاعبين اللي عندهم عقود مع الفرق ديالهم. شخصيا بالنسبة لمريم بوحيد حتى ولو كان هناك عقد مع فريق أولمبيك آسفي ما كنظنش انه كنت غادي نرفض انه نوافق، لو الاخوه ديال اعضاء المكتب المسير غادي نرفضوا انها باش تعزز الصفوف فريق خارج المغرب، وبالتالي تحسين الظروف ديالها وحتى الانتقال ديالها للفريق خارج المغرب غادي يكون مفيد لنا. في النقاشات ديالنا مع مريم بوحيد حتى قبل السفر ديالها الى اسبانيا مع المنتخب الوطني كانت كتاكد انه الرغبه ديالها في انها غادي تبقى في صفوف اولمبيك اسفي، كانت تصل بها عدد من الفرق بالمغرب، كانت الرد ديالها مرتبط بانه هو ما غاديش تغادر فريق اولمبيك اسفي وتلعب فريق اخر بالمغرب الا اذا رغب فريق اولمبيك اسفي سمح لها بتعزيز فريق اخر، اما خارج المغرب الامر ما كانش مطروح. غادي نشير واحد النقطه مهمه، هو انه هو الموسم الفارط كانت عندها رغبه انها تعزز احدى الفرق اللبنانيه، الفريق اللبناني راسل الجامعه الملكيه المغربيه بخصوص الحصول على ورقه الخروج الدوليه للاعبه، الا انه كان عندنا اعتراض في هذا المجال بحكم ان كنا في حاجه ماسه للخدمات ديالها. ممكن نقول لك مريم من بين اغلى اللاعبات في المغرب، كنظن انه 6 ولا 7 ديال اللاعبات في المغرب اللي كيتقاضوا اجور مرتفعه، كيتقاضوا منح ديال التوقيع مرتفعه، كنظن انه مريم من بين 6 او 7 لاعبات على الصعيد الوطني اللي كيتقاضوا اجور مرتفعه، وبالتالي القرار ديالها تغيير الاجواء في اسبانيا هي اللي كتعرف علاش، وحنا ما يمكن الا نتمنوا لها كل التوفيق. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.